بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربتي الشخصية في حل المشاكل: ربنا أحيانا يحل لك المشكلة، لكن أحيانا يزيل المشكلة حتى أنك تشك هل كانت هنالك مشكلة وطلبت من الله عز وجل حلها، أو أنك تخيلت المشكلة. الحقيقة أنها كانت موجودة، لكن الله أحيانا يزيلها حتى تشك في وجودها. أتذكر ذات مرة وأنا في دولة معينة، هجم علي مجموعة من الشرطة لاعتقالي، فوجدت باب مسجد مفتوحا فدخلت فيه، ثم وجدت الطريق إلى المنارة في داخل المنارة أيضا مفتوحا، فصعدت على المنارة وأنا أفكر كيف يمكنني التخلص من هؤلاء الشرطة الظالمين الذين يريدون اعتقالي بلا أي جريمة ارتكبتها. صعدت إلى نهاية المنارة فكنت بين أمرين: إما أن أستسلم للشرطة، وإما أن أرمي بنفسي وأموت على الأرض. فطلبت من الله أن يحل المشكلة، فإذا أنا استيقظت فعرفت أن المشكلة لم تكن موجودة، إنما تخيلتها. كثيرة هي المشاكل التي يحلها الله بهذه الطريقة.